اضراب التلامذة يا عم حمزة. تكون من ايه؟ متى عجبية فعل التعجب على وزن افعل والمتعجب منه. متى عجبية فعل التعجب على وزن افعل والمتعجب منه. يلا متى عجبية فعل التعجب على معاكم مستر نادي استاذ الموسيقى على مايك الاذاعه المدرسيه. كان الاخوه الاساتذه الزملاء بلغوني اعلانكم النتيجه، وانا بصراحه حابب اشغل لكم حاجه كده تروق اعصابكم الاول. المتعجب منه بيعرف ايه؟ فعل مرفوع محل مجرور يحصل فعل مرفوع. المتعجب دلوقتي انا عايز افهم حاجه، ايه اللي خلاك تلعب في الورق بتاعي وانا مش موجود وكمان تطلع شهاده ثالثه اعدادي بتاعتي؟ بعد ما نزلت عدى عليا شاب صغير يا عمو وقال لي ان انا من شركه بتقدم جوائز. وسالني قال لي عندك 3 اكياس مسحوق غسيل فاضيه؟ قلت له حاضر هشوف. وانت عمرك شفتنا اصلا جبنا اكياس مسحوق؟ انت مش عارف ان عبدين هو اللي بيغسل لنا هدومنا؟ وبعدين افرض انك بتدور على اكياس، ايه اللي خلاك تطلع الورق بتاعي؟ الفضول يا عمو، الله يخرب بيت ام الفضول. وانا بدور لقيت شهاده مكتوب عليها الطالب محمد هنيدي ثالثه اول منطقه حدايق القبه التعليميه، فتحتها لقيتها كلها دواير حمراء. بصراحة ما قدرتش أقاوم وقعدت أتفرج عليها. يا دي الفضايح. بالعكس يا عمو، مفيش فضايح ولا حاجة، دي الشهادة دي خلتك كبرت في نظري. ده كل النجوم والعظماء والعباقرة كانوا فاشلين في دراستهم. عندك عباس ابن فرناس خرج من 6 ابتدائي أصلا. والله ده عباس ابن فرناس بالذات كنت فاكره مؤهل عالي. هو في واحد مؤهل عالي يركب جناحات وينط بيها من فوق الجبل يا كبير. وعندك كريستوفر كولومبوس اللي اكتشف امريكا، ده بقى قاعد يسقط ثالثه ابتدائي يجي 10 سنين. يا سلام. امال هو هج من بلدهم ودور على بلد تانية ليه؟ ده فضل يدور بالمركب بتاعته على بلد ما فيهاش مدارس لحد ما لقى بلد كل اللي فيها هنود حمر، راح راشق هناك. بس ده برضه مش مبرر انك تفتش في الورق بتاعي. وهو انا غريب يا عمو؟ لعلمك بقى انا كنت طالب متفوق، بس في ثالثه اعدادي جدي قرر انه يشيل اللوز قبل الامتحانات بشهر. قعدت اترجاه يا جدي بلاش يا جدي، حرام عليك هتضيع مستقبلي. مرضيش، قال لي لو ما شلناش اللوز دلوقتي هتموت مخنوق، وكان اختيار صعب. ده انت اعلى درجه جبتها كانت 3 من 50 في التاريخ. لو نبك ابو اصلي لما عملت العمليه الدكتور بتاع التخدير اداني جرعه بنج زياده، ففضلت دايخ والبنج عمل لي دماغ لحد الامتحانات، بس لما عدت السنه جبت مجموع وطلعت الاول على حدائق القبه كلها. وهي يعني حدائق القبه دي كلها كام واحد؟ ايوه صح، الاول على افريقيا كلها. الله يكرمك، سيبنا عندنا اكل عيش. انت يا ابني، انت يا ولد، ارحمونا بقى، عندنا دروس. ينفع اللي بيحصل ده يا كمال افندي؟ ينفع كده؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. العيال حبسونا في المدرسه ولا ايه؟ يا سياده الناظر، احنا لازم نتصل بالبوليس. نتصل بالبوليس نقول له ايه؟ الحقونا والنبي، في شوية عيال خطفنا وحبسنا. العيال يا فندم قفشة بسبب زمايلهم اللي سقطوا كلهم في الترم في المدرسة بتاعت اسكندرية. طب واحنا مالنا باسكندرية؟ انا اعتقد يا فندم ان العيال قفشة عشان بنديها واجبات كتير. خلاص ما تدهمش واجبات خالص، اديهم سندوتشات حلاوة وكزوزة. ما ظنش ان الواجبات هي السبب، انا اعتقد ان العيال قفشه عشان الامتحانات تيجي صعبه. خلاص
الغوا الامتحانات. انا متهيألي بقول لكم ايه، انا مش عايز نظريات، انا عايز افهم العيال دي عايزه ايه بالظبط. خلاص نتفاوض معاهم. انت اتجننت؟ اللي يتفاوض مع العيال ما يخلاش من الشماريخ. نجيب لهم كمال ابو عيطة يتفاوض معاهم؟ يكونش شايفهم طلبة في مصنع البلاستيك. امال انت عايزنا نجيب لهم مين يا حضرة الناظر؟ نجيب لهم البوب البرادعي؟ لا، احنا هنجيب لهم حد من حدائق القبة يكون خريج المدرسة بتاعتنا، هو يقعد معاهم ويفهم ايه الموضوع. مين اشهر خريجين المدرسة؟ في هيثم شاكر. لا بلاش هيثم، عشان فتح حاجب مدرس عندنا قبل كده، والمدرس ده مستحلف له وممكن هيثم يروح فيها. في الدكتور جابر عصفور. بقول لك مشهور مش عصفور، عايزين واحد مشهور العيال تعرفه. في واحد احنا نسينه والعيال بيحبوه قوي، يا ترى مين هو؟ طب ما تجربوا، ما تقعدوا مع الطلبة وتشوفوا طلباتهم ومشاكلهم يا سيادة الناظر. وهو احنا عارفين نفتح بقنا معاهم؟ ده انا الفراشين حفروا لي نفق تحت الحوش عشان اعرف اخرج من المدرسة واجيلك. طيب سيبني بس افكر يومين. لعلمك انا عمري ما بعرف اتفاهم مع الشباب الجديدة بتاعت الفيسبوك وتويتر دول. بس العيال بتحبك، على الاقل ممكن يتكلموا قدامك وتعرف ايه مشاكلهم. طيب خلاص، اتفضل حضرتك وانا جاي وراك. خلاص يا جماعة نزلوني بقى، الله يكرمكم. لو النبى يا عم خليهم يمرجعونا شوية. نزلوها. ايه الغلاشه دي؟ انت مين يا؟ انا محمد اشرف وانت سوبر هنيدي، اكيد الناظر بعتك تتفاوض معانا. تمام يا محمد يا اشرف، ممكن نعرف بقى انتوا قلبين الدنيا ليه؟ مش هينفع نتكلم هنا، اتفضلوا في الفصل نكمل كلامنا. هاتوهم. طيبونا في المذاكره يا سوبر هنيدي، احنا عايزين نتعلم ونفهم، مش عايزين نقعد نحفظ ونطرش اللي احنا حفظناه في ورقة الامتحان. نطرش؟ بص يا اولاد، انا معاكم ان المذاكرة دي حاجة دمها تقيل، بس مفيش عندكم اختيارات. التعليم ده ليفل زي اي ليفل في البلاي ستيشن اللي بتتهببوا تلعبوه، عمرك ما هتوصل للنتيجة اللي تفرحك غير لما تعدي الليفل ده بالذات. بس في حاجات كتير مخليانا نكره المذاكرة. زي ايه؟ زي الطريقة اللي أهالينا بتخلينا نذاكر بيها. وإيه هي الطريقة اللي أهليكوا بيخليكوا تذاكروا بيها؟ عبيد يا سوبر هنيدي، بيعاملونا معاملة العبيد. أنا هحكي لك. ويلم جميلة يلا يا جول السيد حمدي هو من يعود الأهلي للأهلي. رايح فين يا قاد؟ هاخدش الحمام بس يا بابا. الحمام؟ انت اتجنيت؟ انا مش مركب لك قسطره جنب المكتب يا قد. افضي القسطره يا بابا. فضيها من الشباك يا بابا، دي دقيقه واحده وهرجع اوضتي. يا نهار اسود، انت عارف الدقيقه دي ممكن تنقص من مجموعه كام درجه؟ خش اوضتك وبطل الاستهتار ده يا بغل. يا بابا بقى بقول لك ايه، ما تخلينيش اعورك. ادخل. يا سلام يا احمد يا فتحي، يا النيله ادي ده جني لو نجحت في سنتك. رايح فين يا قاد؟ يا بابا عايز بس اشوف الاعاده بتاعت جون السيد حمدي. بلا السيد حمدي بلا حسن حمدي، محدش فيهم هيدخل يمتحن الفيزياء بدالك يا بغل. طب افتح لي الراوتر. افتح لك الراوتر عشان تتفرج على الماتش في النت، صح؟ ماتش ايه يا بابا اللي هتفرج عليه في النت وانت عامل لنا اشتراك نص ميجا في الشهر؟ يا اخي حرام عليك، مش كده؟ طب ايه رايك بقى اني مش دافع اشتراك نت تاني قدامي على الاوضه؟ انت عارف يا قاضي لو سجدت انا هعمل فيك ايه؟ عليا اني اعمل ازيع كل التسجيلات بتاعتك انت واصحابك وافضحكم في البلد كلها. لا يا بابا، كله الا التسريبات.
عايز تفشل انت ها؟ عايزهم يقولوا علي ابنه فاشل. انت فكرني نايم على وداني يا هاد. لعلمك انا قاعد في الطرقة برا وشايفك قاعد مشغل نجوم اف ام وانت بتذاكر. فكرهم يا اخوي هيسألوك اخر السنة مين اجمد سبعة الساعة سبعة، ولا لما تفشل اسامة منير هشغلك عنده في البيت ها؟ يا بابا بزهق من المذاكرة. ليه يا حبيبي؟ بتزهق من الفيسبوك؟ بتزهق من الواتساب؟ بتزهق من انك تدخل تشتم الخلق على تويتر كل شوية؟ لعلمك ياد انا عامل لك فولو في كل حاجة، كل خطوة بتمشيها على النت انا في قفاك. طب انا عايز اشرب يا بابا. اهو اهو هو ده اللي انت فالح فيه، عايز اشرب. وطبعا بعد ما تشرب لازم تدخل الحمام. اقول لك انا هزقيك. ما تشرب يا حبيبي، اشرب ياد اشرب. ها ترجع تذاكر ولا ناوي تفشل؟ عطشان عطشان يا ناس عطشان. ها قلت ايه؟ احد احد. عادي اهليكم خايفة عليكم وعلى مستقبلكم يا محمد يا اشرف. بس مش بالطريقة دي. اكيد في طريقة احسن طبعا، بس لازم تعذروهم برضو. شوف ابوك بيدفع لك في كام سنتر في السنة. ده اي اب دلوقتي لو بيكسب 100 جنيه بيصرف منهم 300 جنيه على التعليم. ملناش فيه، وبعدين الفلوس دي بتتصرف على حاجات ما بنستفدش بيها اصلا. ازاي الكلام ده يعني؟ يعني المواد اللي بناخدها مش عارف بناخدها ليه الصراحة. هقول تاني واصحوا معايا، انا ما بتكلمش هندي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ميثانول البوكسان السخن لو أضفنا له حبطرشات جافة مع جزيء إلا ربع من تفتفات النايلون وسبناهم على نار هادية لمدة 20 دقيقة وأخذنا الناتج وضفنا له بلورات السي بي مول، هيدينا إيه؟ الكيلو بجنيه. هيدينا إيه؟ الكيلو بجنيه. احترم نفسك منك ليه يا جزم؟ هقول تاني، ميثانون البوكسان السخن لو أضفنا له حبطرشات جافة مع جزيء إلا ربع من تفتفات النايلون وسبناهم على نار هادية لمدة 20 دقيقة وأخذنا الناتج وضفنا له بلورات سي بي مول، هيدينا زهرات البرولوس. هي يا مستر زهرات البرولوس دي مفيدة في إيه؟ مفيدة في إيه؟ وأنا إيش عرف أهلي؟ كفاية إننا يبقى عندنا زهرات البرولوس. صحيح، زهورات البرولوس مفيدة في ايه؟ اكيد البلد محتاجاها في حاجة يا عمو، امال بيعلموها للعيال ليه؟ وكلكم يا سوبر هنيدي ودروس اللغة العربية كوم تاني. ودي مالها دي كمان؟ قال ايه بقى الشاعر في الموقف ده؟ قال لك وحنزو يوما راقدة فيه مراعي البوع الحزين كأنني كسبون في يوم التضوي والأعداء محرجين. إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه كسبون يا مستر؟ كسبون هو الكسب، وده نوع يعني من الأكل زي العلف كده بيقدموه للبهايم. وهو كان في بهايم على أيام الشعب يا مستر؟ وانت فاكر يا ولد مفيش بهايم غيرك واد انت وهو ولا إيه؟ طب وهو الشعب قصده إيه يا مستر بالبوع الحزين؟ البوع نوعين، فيه بوع حزين وفيه بوع مكبر دماغه ما بيشيلش هم. ماشي، بس هو ايه البوع ده اصلا؟ مكتوب في شرح المفردات البوع هو الدلوت وهو حيوان من فصيلة الترامة. نعم. المهم عاوزكم تحفظوا القصيدة ده هي وهسمعها لكم الحصة الجاية. طب مش لما نفهمها الاول وبعدين نحفظها؟ انت عايز تنجح اخر السنة ولا عايز تتلامد؟ خلاص انجح طبعا. يبقى تحفظ وانت ساكت، وبعدين محدش فاهم الشاعر كان قصده ايه. امال انت فاكر الاعداء كانوا محرجين ليه؟ يلا قول ورايا، وحنزو يوما راقدة في مراعي البوع الحزين. وحنزو يوما راقدة في مراعي البوع الحزين كأنني كسبون في يوم التضوي والأعداء محرجين. كأنني كسبون في يوم التضوي والأعداء محرجين.
طيب بصوا بقى، انتوا معاكوا حق طبعا في كل اللي قلتوه، بس برضو لازم تعرفوا انكم مش ملايكة بصراحة. يعني ايه يا سوبر هنيدي؟ والنبي ما تخليش صوتك كده، ها؟ انا ما بخافش، وانا كنت طالب زيكم في يوم من الايام وعارف كل اللي فيها، زي ما في وسطكم ناس عايزة تتعلم وسطكم برضو ناس ملهاش فيها، اساتذة في تضييع الوقت واساتذة في التدوير على حجج عشان يزوغوا، ووسطكم ناس لو بتذاكر الفيزياء بنفس الهمة اللي بتقعد تحلل بيها ماتش الاهلي بعد ما يخلص، ما كانش ده بقى حلها. انت معاك حق، بس بتاخدش ذنب الفاشل باللي عايز يتعلم. اولا انا مش هعرض مطالبكم غير لما تسيبوا المدرسين يروحوا وتعتذروا لهم. امين 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 يا باشا. يلا بينا. ايه ايه سوبر هنيدي وكلب البحر، سوبر هنيدي وكلب البحر، سوبر هنيدي وكلب البحر، سوبر هنيدي وكلب البحر. لو سمحت عايز اقابل الوزير. عايزك ايه؟ عايز اعرض عليه شكاوى الطلبه من نظام التعليم. بس الوزير مش موجود. امال فين؟ مدرسين الثانوي عاملين اعتصام علشان مرتباتهم ضعيفه، وهو راح يتفاوض معاهم.